الهداية لنستمع للكلام للهداية غاية متعة وانسجام ونشوة بالبداية وعبرة بالختام ورحلة بالزمان ورحلة بالمكان للبحار العميقة إلى أعالي الجبال تغوص قلب الحقيقة نجري وراء الخيال للبحار العميقة إلى أعالي الجبال تغوص قلب الحقيقة نجري وراء الخيال وما عجبك ولا فستان. معك حق، ولا فستان. طيب هذا حلو، ليه ما فلسنا؟ هلا هذا عاجبه، إمانك شايف شو قديم. طيب هاي خلصنا بقى. اتركها لحالها، بتكون عم ترسم لها شي مواد. خير خير، شو في جدو؟ شو في؟ قالوا لي بعد عني. ها منو هدول؟ فراس وفارس. طيب شو بهم؟ ما بهم شيء. هيك انا ما فهمت منك شيء، ما بدي افهم شو هاللي زعلك. جدو شو بدي البس بكره على حفله ديما؟ شو هالحكي هاد يا جدو؟ شو هالحكي؟ خزانتك مليانه ثياب، مليانه فساتين، نقي اللي بدك اياه. المشكلة انه ما في شيء عاجبني. لا يا ريم لا، كل هالتياب اللي موجودة عندك وما عجبك ولا فستان. اكل عن قدمة. وعلى اساس لما بترجع ماما من السفر بدها تجيب لي شيء جديد. طيب يا جدو، اذا كان الماما تأخرت نحن شو بنعمل؟ ما بدي البس فستاني القديم، رفقاتي شايفيني فيه. هلا يعني رفقاتك كلهم حفظوا فساتينك؟ ايه حفظوهم. لا مو معقولة، يعني بدك كل ما عطيتي مشوار تلبسي فستان جديد؟ ليش ما بستاهل؟ أحسن شيء ما روح على الحفلة بنوب. تكرمي يا جدة تكرمي، بكرة إن شاء الله بننزل على السوق وبتنقي الفستان اللي بيعجبك. الله يخلي لي إياك يا جدة. إيه وشو قررتي تلبسي بحفلة ديما؟ محتارة والله، ماما جايبت لي فساتين كتير، شي من فرنسا وشي من إيطاليا، بس بابا جايب لي فستان بيطير عقل من أمريكا. معناته شو ما لبستي مو مشكلة؟ لا مشكلة، إذا لبست تبع فرنسا بيزعل بابا، إذا لبست تبع أمريكا بتزعل ماما. إيه ما بسي، ليش ما بترضي الاثنين بتشتري واحد شغل الشام؟ معقولة يعني؟ قليلي انت شو حتلبسي؟ فستاني انا من باريس جابت لي اياه الماما، بيطير العقل. بكره بتشوفي. بكره بنشوفه. شوفي شو القصة؟ سماء جدو اخر ويكري
ايه تأخر. ان شاء الله ما يكون راح السوق لحاله. ايه وليش يروح السوق؟ هيشتري فستان جديد لريم. ايوه بدلي. ايه بس على كل حال السوق سكر من زمان مو هيك ريم؟ ما بعرف. مرحبا يا اولاد. جبت لك فستان يا ريم بيطير العقل، درت السوق من اول لاخر حتى لقيته. وليش ما قلت لي لروح معك؟ قلت لحالي بلا ما تتاخري، ولا مو عاجبك ذوق جدك؟ هلا هذا اللي بيطير العقل؟ وان شاء الله ما عجبك. اي والله البياع اللي هذا شغل فرنسا ومبارح وصل. يا جدو البياع بيقول هيك على حي القطعة بتحط ايدك عليها. يعني بفهم منك جدو انه ما عجبك؟ طيب روحي قيسي لنشوف. هذا مثل الفستان اللي جابته ماما السنة الماضية، بعدين شو بدهم يقولوا رفقاتي إذا شافوني لابسته؟ هذا بدل ما تقولي لي الله يعطيك العافية يا جدو، أو يسلموا إيديك على هالفستان الحلو اللي بيطير العقل. إيه لا مو حلو. أما رح ألبسه. الحق معك يا بنتي يا ريم. والحق علي أنا اللي رح درت السوق كله من أوله لآخره لحتى جبت لك هالفستان، وآخر طب الكيل مو عاجبك. برافو عليك يا شاطرة. هيك زعلتي جدو يا ريم؟ أما كان قصدي زعله، كل رفقاتي لابسين أواعي حلوة وأنا روح بهيك فستان. إيه شو هالفستان؟ يعني جد حلو. أمي راضي جدو حرام عليك. آسفة جدو ما كان قصدي. أنا بدي أسأل سؤال. لنفرض إنه الفستان مو حلو، اللي بدي افهمه منك انت رايح على حفلة عيد ميلاد ولا على عرض ازياء وانت بطلته؟ عيد ميلاد جدو. بس انا شوفي ريم، امك وابوك معبين لك الخزانة اواعي وفساتين، ورغم هيك رحت انا كمان جبت لك واحد جديد لحتى ما تزعل. مزبوط، بس هاي ما بيرضي شيء، مغرورة بحالة كتير. وهلأ يا اولاد راح احكي لكم حكاية البنت المغرورة يلي صحح لها كل شيء ومو عاجبها شيء. اهلا وسهلا اهلا بالشاطرة شارة. اهلين جدو اهلين. هوب انت جاي تسمعي الحكاية جدو؟ ايه. جيتي مشان الحكاية. يلا لكان عدي هون هذا كرسيها لسارة. شو يا أولاد مستعدين تسمعوا الحكاية؟ مستعدين. كان يا مكان بقديم الزمان وسالف العصر والأوان لحتى كان في أميرة حلوة كتير ولطيفة وظريفة وذكية، وكان كل الناس يحبوها. أوصل هذه الرسالة يا مصطفى إلى الأمير سعد الدين. أمر مولاي. سلمها له يدا بيد، وإياك أن تعود قبل أن يعطيك جوابها. يدا بيد؟ يكون أفضل، وليكن ذهابك وإيابك سريا بيننا. أمر مولاي. هيا وعلى بركة الله. والآن هل تشرح لي خطتك مع الأمير سعد الدين أيها الزوج الكريم؟ تقصدين ابن أخيك؟ أو تدعو ابن أخي ليتزوج من غادة؟ لقد طلبها مرارا ولم تقبل به. ذلك لأنها لم تقابله وجها لوجه. سترفض مقابلته إذا ما عرفت بزيارته لها بقصد الزواج منها. دعي الأمر لي ولسعد الدين وسترين النتائج بإذن الله. ليكن. إن زواج ابن أخي سعد الدين من ابنتي غادة لغاية أرنو إليها من كل قلبي أيها الزوج الكريم.
غدا إن شاء الله سيكون جوابي جاهزا للأمير أيها الرسول. أمر مولاي. ليكرم الضيف على أحسن ما يكون. سمعا وطاعة يا مولاي. أشكرك أيها الأمير لحسن استقبالك. على الرحب والسعة يا مصطفى. على الرحب والسعة. أبوك متشائم من رفضك الزواج يا غادة، وأخاف أن يقرر زواجك رغما عني. وهل تصادف أن تقدم لي الشاب الذي لفت نظري؟ أنت ترفضين في كثير من الأحيان دون أن تشاهدي طالب يده. قد أرفضه على السمعة يا أمي. وماذا تعرفين عن ابن أخي سعد الدين حتى رفضته دون أن تريه يا غادة؟ بلغني أنه شديد الإعجاب بنفسه، متكبر، لا يعجبه العجب، ومثل هذه الصفات قد تجعل منه زوجا متسلطا. ومن أين لك بهذه المعلومات عن سعد الدين وأنت لم تقابليه منذ كنتما طفلين يا غادة؟ مثل هذه الأخبار تتحرك حتى بين ثنايا حجارة الحيطان إذا ما تعلق الأمر بزواج. وقد نفذت إلي الأخبار عن سعد الدين عندما طلب يدي في المرة الأولى ولم يكلف نفسه الحضور إلي. والآن ما قولك به طالبا يدك ثانية؟ أحب أن أراه أولا بغير سبب الزواج والخطبة لو أمكن. وهذا ما سيحصل. كيف؟ لقد أعلن أبوك في طول البلاد وعرضها عن رغبته في عريس لك دون أن يسألني رأيي. لقد اشترط أن يحوز المتقدم لك على رضاك أولا، ومن ثم يأتي دور أبيك في رأيه النهائي. وهل سيتقدم سعد الدين مع المتقدمين؟ هذا شأنه، ما عليك إلا أن تختاري بنفسك. في هذه المرة ستكون فرصتي أكبر، سواء كان سعد الدين مع المتقدمين أم لم يكن. تأملي القادم الجديد يا ابنتي. سأفعل. فرصتك كبيرة هذه المرة ولا عذر لك بعدها. أرجو أن تكوني من العاقلين هذه المرة. الشاب عالي الجناب سعيد الحباب. السلام على مولاي. السلام عليكم. أهلا أهلا بسعيد الحباب، هذه عروسك يا ولدي، حاول أن تتجاوب معها بالحديث والله الموفق. تفضل يا سيدتي بسؤالي ما تريدين معرفته عني. إنه طويل أكثر من اللازم يا أبي، لا يعجبني. دون أن تعرفي عنه شيئا؟ لا عليك أيها الشاب الطويل الجميل، ستعرف النتيجة آخر النهار. ولكني لم أسمع حتى صوت عروسي. اطمئن، لقد اكتفت بالنظر إليك أيها الشاب الفارع. السلام عليكم. بإذن مولاي. رافقتك السلامة يا ولدي. هل رفضته لطوله؟ نعم، فأنا لا أحب الطوال. هل تحبين القصار إذن؟ لا، ولا حتى النحافة أو السمان. يا ربي، إذا ماذا تحبين يا ابنتي لأضع لك في الفرمان شروط المتقدم إليك؟ لا بأس من الاستعراض يا أبي. حسنا، ليدخل التالي. الشاب محمد بن أحمد. الشاب
هل بقي أحد؟ بقي أمير واحد لا غير، أو هكذا هو يدعي. ليدخل بسرعة. السلام عليكم. وعليك السلام يا ولدي. أهلا بك يا سعد الدين. أهذا أنت سعد الدين؟ نعم، أنا ابن خالك يا ابنة عمتي. لن يشفع لك هذا لقبولك زوجا لي. لما يا ابنتي؟ هذا صحيح، ما المانع يا غادة؟ إن سعد الدين كما ترين شاب جميل موفور الصحة لا عيب فيه. عفوك يا خالة، أنا من يجب أن أعرف سبب رفضك لي. أنستي، هل لك الجرأة أن تحددي سبب عدم قبولك بي زوجا؟ أتريد أن تعرف حقا؟ هذا لو سمحتي. إن شنبك هذا هو السبب. شنبي أنا؟ ما به؟ إنه مائل من جهة ومستقيم من الجهة الأخرى. يا ابنة عمتي، يمكنني أن أعدله. هل تحبين أن أعدله؟ أو حتى أحلقه إن شئتي؟ لقد سبق السيف العذل. إلى المرة القادمة إن شاء الله. لا، لن يكون هناك مرة قادمة. سأزوجك لأول داخل إلى المدينة عند طلوع القمر بإذن الله، دون النظر إلى أصله وفصله وصورته وشكله. هذا مستحيل، أنا لا أستحق هذا الأمر من أبي. هل حقا سيزوجني لأول داخل للمدينة؟ هل سيفعل هذا حقا يا أمه؟ هدئي من روعك يا غادة، أبوك غاضب جدا ولا بد يحتاج لبعض الوقت حتى يهدأ. وبعد أن يهدأ هل سيعدل عن رأيه أم لا؟ لست أدري يا ابنتي، ولكن ماذا؟ أقصد علينا التريث قبل أن نفاتحه بأي كلمة تخص قراره، لبعض الوقت على الأقل. لكن الأيام تجري تسبقها الليالي، ولن يطول الأمر حتى يطلع علينا القمر، والله وحده أعلم من سيكون أول داخل للمدينة ليصبح زوجا لي. إذن أنت السبب في رفض غادة لي أيها الشارب المتربع فوق شفتي. قل لي بصراحة أيها الشارب العزيز، قل لي ولا تخجل، ما رأيك لو رميتك جانبا؟ لا بأس البتة، ولكن ماذا لو لا سأفعلها، بل يجب أن أفعلها. هي في الحقيقة ابنة عمتي، وهي فعلا جميلة وتصلح زوجة لي، بل هي أصلح زوجة أتصورها، ولكن يجب تأديبها. نعم، يتوجب تأديبها، بل حتما يجب تأديبها. سعدية، يا سعدية! أمر مولاي. جهزي ما سأطلبه منك في الحال. أمر مولاي. اسمك
بكر بن حطاب يا أمير الأمغاء. وصنعته؟ حطاب على لقب أبي وصنعته. ها، وماذا تملك من متاع الدنيا يا بكري؟ أملك يا مولاي فأسا أحطب به وبلبل أحمل عليه. وأين تقيم؟ في الغابة المجاورة يا مولاي، في قصر مهجور منذ أبد بعيد. هل أنت متزوج؟ أنا يا مولاي أنا وحيد، ليس لي في هذه الدنيا إلا بلبل يعيش معي في نفس القصر الذي حدثتك عنه. عظيم، إلي بالأميرة غادة حالا. أرجوك أتوسل إليك لما عفوت عن ابنتنا. أنا لم أحكم عليها لأعفو عنها، وهذا زوجها وعليها طاعته، وغدا عقد القران إن شاء الله. الآن وقد أصبحت زوجة هذا الرجل على سنة الله ورسوله، عليك بطاعته وعليه بإطعامك وإكسائك، وفقكم الله. مولاي الأمير، هل يمكنني أن أعود إلى بيتي؟ نعم، أنزل حمل الحطب عن حمارك، فهو صداق ابنتي هذه. سمعا وطاعة يا مولاي، سأفعل. هيا يا امرأة هيا. هل تظن أنك فعلت خيرا بابنتنا أيها الرجل؟ نعم أيتها المرأة، عليها أن تتجاوز غرورها وتعيش واقع الحياة بمثل هذه الطريقة. صدقيني سيأتي اليوم الذي تشكريني فيه على هذه الزيجة. اقتربنا من دارنا. لمن هذا القصر يا بكري؟ قصر الأمير سعد الدين. سعد الدين؟ طبعا سعد الدين أبا شنب. إنه ابن خالي،
ولطالما تقدم لطلب يدي. وقد رفضت. اسكتي اسكتي، لا تقولي مثل هذا الكلام، فقد أسخر منك. لا لن أدعك تسخر مني أكثر من هذا. هيا هيا تعال يا بلبل. بلبل ابتعدي عن طريق بلبل، ابتعدي عن طريق بلبل. تفضلي أيتها الأميرة، هذا قصدي. تعالي هيا. سعدية نبهان. أهلا 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 سيدي بكري. ومن هذه الفتاة التعسة؟ هالمرة يا جدو ما راح نقول توتة توتة لأنه الحكاية لسه ما خلصت، راح نكملها بكرة. حفظناها جدو. طالما حفظتوها يلا قوموا روحوا لدروسكم، ومثل ما قلتوا بكرة إن شاء الله منكمل الحكاية. في تلك الأيام والشخصيات المكتوبة هل عاشت أم كانت أوهام؟ هل حدثت هذه الأحدوث حقا في تلك الأيام والشخصيات المكتوبة هل عاشت أم كانت أوهام؟ الراوي قد يلبس عصرا أثوابا من عصر آخر، قد يدعو زيدا عمرا ويعيد الخير بلا عشرة. الراوي قد يلبس عصرا أثوابا من عصر آخر، قد يدعو زيدا عمرا ويعيد الخير بلا عشرة. مستمع يفكر وتصور وتمتع حينا وتنور، مستمع يفكر وتصور وتمتع حينا وتنور. وإذا كنت ذكي الفطرة اضحك بالحال عن العبرة. كان يا مكان، كان يا مكان، وتذكر وتذكر. هل حدثت هذه الأحدوث حقا في تلك الأيام والشخصيات المكتوبة هل عاشت أم كانت أوهام؟ هل حدثت هذه الأحدوث حقا في تلك الأيام والشخصيات المكتوبة هل عاشت أم كانت